دولة قطر محطة هامة لتوقف الطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الأميال وهي قادمة من قارة أوروبا في الشتاء لتأخذ قسطا من الراحة، ثم تواصل رحلتها الطويلة إلى إفريقيا. بالإضافة إلى أكثر من 300 نوع من الطيور البرية والتي تعيش في البيئة القطرية بشكل دائم. سيأخذنا المصور محمد الباكر في رحلة شيقة واكتشافات ممتعة لإظهار الجانب الجميل والخفي من الحياة البرية ولتوثيق أرشيف مفصل عن طيور البيئة القطرية. رحلة توثيقية جديدة للباكر لتصوير طائر جديد من الطيور المتواجدة في البيئة القطرية أو المهاجرة، واليوم يخطط لتصوير طائر الشرياس والشولة السوداء. اليوم أنا في منطقة تركية، إن شاء الله مخطط أني أصور طير الشرياس. طبعا طير الشرياس عندنا أكثر من نوع، عندنا الشرياس اللي هو باللغة العربية الاسم العلمي له اللي هو العوسق أو صقر الجراد، والنوع الثاني اللي هو العويسق، احنا نسميه باللغة العامية الترمة طبعا للذكر والأنثى. فإن شاء الله من خلال عملية البحث راح نشوف شنو الطير اللي ممكن نصوره اليوم، والله يوفق نطلع بنتائج جميلة. طبعا الشرياس له استخدام مشهور عندنا، يستخدمونه أهل الكواويخ لصيد الصقور. الكوخة هي عبارة عن كوخ صغير يكون فيه شخص واحد، طبعا الشرياس يكون مربوط برع، يستخدم لجذب الصقور لصيدها، وهي طبعا تعتبر من العادات القديمة اللي تستخدم لصيد الصقور. الشرياس موجود على الجذع، تمويه طبعا مهم جدا. شوي شوي نقرب للطير ونقول الله يوفق وناخذ لنا كم من التقاطه. تمشي يعني على أقل من مهلك على أساس سبحان الله ما ينتبه. طبعا أنا وصلت الحين عند الموقع، ما شاء الله الطير راكد وايد قريب منه، حاليا هو واقف على الجذع وطبعا قاعد أصوره فيديو، قاعد ينفض الريش، تفله، ينظف الريش، سلام، يعني التقاطه ولا اروع. الكادر يعني ما شاء الله معبي الكادر، يعني انا كان المفروض اني شوي اروح ورا على اساس اني اخذ له التقاطه كامله، فبحاول الحين اني بس اخذ له كم التقاطه كلوز، بحاول اني ابعد عنه شوي على اساس يكون الكادر كامل للطير. طبعا السلو موشن يمتاز خاصة في الفيديو، خاصة في الأجواء عندنا هواء هذه الفترة فيكون فيها اهتزاز، في السلو موشن دائما يخفي هذا الاهتزاز بشكل كبير من 60-70%، فيكون الفيديو ما في أي تشويه أو اهتزاز.
طبعا الشرياص احنا نسميه الشرياص باللغة العامية. اللغة العربية الاسم العلمي باللغة العربية العوسق أو صقر الجراد. طبعا من المسمى صقر الجراد يتغذى على الجراد. طبعا الجراد هي تعتبر الأكلة الأساسية بالنسبة له، وأيضا يتغذى أيضا على الجرذان وعلى الطيور الصغيرة. طبعا يخافون منه الطيور الصغيرة بشكل عام، وأيضا الطيور الكبيرة ممكن تشكل له خطر. لكن في بعض الأحيان تلاقي الشرياص يهاجم الطيور الكبيرة إذا كان الطير هذا جاي المكان اللي هو فيه. في بعض الأحيان لما نشوف الشرايص يحومون فوق تلاقيهم يضربون بعض الطيور الثانية الكبيرة، يهاجمونها على أساس أنه ما يكونوا معاهم في نفس الموقع. طبعا الشرياص اللي أنا قاعد أصوره يعتبر من الطيور، في منها المقيم ومنها المهاجر. طبعا فترة الموسم، موسم طير الشرياص تكون من شهر أكتوبر شهر 10 إلى شهر 4 تقريبا، يكونوا متواجدين بكثرة ونقدر نشوفهم في المناطق الصحراوية أو في المرتفعات اللي هي مثل المناطق المرتفعة في البر. نشوفهم ممكن أيضا في المزارع، ممكن نشوفهم. الله صاد الجرادة، يعني سبحان الله توني أقول أنه يسمى بصقر الجراد، تعتبر من الأكلات الرئيسية للشرياص. أتوقع أنه يعني أخذنا التقاطات حلوة، إن شاء الله أقدر أحصل لي أيضا طير ثاني وأخذ له التقاطات ثانية في مكان مختلف. ينتقل الباكر إلى موقع جديد في محاولة منه لإيجاد شرياس آخر لتصويره، ولكن من زاوية مختلفة وظروف تصوير أخرى. الحمد لله أخذنا أكثر من التقاطة في الروضة مع الشرياس، لقيناه على الغصن وخذنا له كم لقطة وهو يتفلى وهو ينظف الريش، وحاليا قاعد اخذ لي جولة ايضا على اساس اشوف اذا ممكن صادفنا شرياص ثاني ممكن نصوره. انا قاعد اشوف طير، لكن ما ادري اذا هو الشرياص ولا لا. والله هو شرياص بس ما أعرف هل هو الذكر أو النافية. الشمس قدامي فأنا بحاول إني أقرب، والله يوفق إن شاء الله نشوف شنوعه هذا. إن شاء الله يكون الذكر. طبعا أنا قربت الحين من الطير، هو الشرياص بعد نفس الشيء النافية. مثل ما قلت ان نثية الشرياص موجودة بكثرة، يعني تشوفها وايد اكثر من الذكر واكثر من الترمة. لكن هذه مكانها حلو، انا قاعد اشوفها قاعد ادور على اكل، قاعدة نزلت شوي وقاعدة ادور لها على شيء تاكله. حلو، مقطع حلو، يعني ممكن نوثق مقطع سريع. دائما اي طير قدامك تشوف انك ممكن تقدر تاخذ له لقطات، وقف وخذ له لقطه، لا تضيع منك الفرصه، لان سبحان الله ممكن يسوي لك لقطه من انت ما عملت لها اي حساب. انا اتوقع كفايه لان انا صورت نثية الشرياص اليوم، فبكمل عمليه البحث اذا الله وفق ان شاء الله نصور الذكر اذا لقينا.
قاعد أدور حين الذكر لقيت شرياس موجود هني قريب، لكن إن شاء الله إنه يكون الذكر. بحاول إني أقرب شكله راكد ومعطني ظهره. خلني أحط التموية من الحين. الله ذكر الحمد لله. عقب هالدواره حصلنا الذكر وقريب ما شاء الله. لو تلاحظون ان الراس شوي يفرق عن نثية الشرياس، يكون لونه غامق شوي مايل، يعني تقريبا مايل اللون الرمادي الغامق. وطبعا الذكر دائما يكون اجمل من الانثى. فلو نلاحظ نشوف ان الطير في المجمل أحلى من الشرياص اللي هو نتية الشرياص. مكانه وايد حلو قريب، يعني عندي الكادر مليون من نص الصدر وفوق، ما شاء الله وايد حلو. هو الطير بعد ما شاء الله عليه نظيف. الحمد لله اليوم يعني تقريبا خلاص الشمس بدأت تنزل، فاليوم انتهى بالنسبة للتصوير. الحمد لله رب العالمين، التقطنا أخذنا تصوير لثلاثة طيور اللي لقيناه اليوم مع اللقطات هذه. إن شاء الله تكون نتائج حلوة. جاء وقت الاستراحة ومراجعة حصيلة ما قام بتصويره الباكر من صور وفيديوهات لطائر الشرياس وتبادل بعض المعلومات القيمة. الله يسلمك، من تقريبا يومين كنت طالع في جولة فركية وكنت مخطط أني أصور الشرياس، فأنا كنت حاب أعرف أكثر عن الشرياس بشكل عام، يعني كمعلومات ممكن أستفيد منها للمستقبل. لا، من المواضيع الناس ما تتوقع عن الشرياس والترمبة إنه الشرياس يستوطن في المدينة. يعني ممكن تلاقيه في المناطق العالية في الأبراج، خاصة في أوروبا وأماكن في أمريكا تلاقيه يجلس في الأبراج يعمل عش في البرج في المدينة بوسط الناس. إحنا أنا في قطر هنا ما شفناه، لكن في بعض الناس شاهدوه في مزارع، شاهدوه في بين داخل الشجر يبني العش. يعني هو من أماكن العشاشي داخل الأشجار، بل وداخل الجحور يعمل جحر له في المناطق العالية. أنت طبعاً تتكلم عن العوسق. العوسق والعويسق. العويسق يعتبر مهاجر أو بعد منه مقيم؟ العويسق ما ورد أي تسجيل أنه هذا طير محلي، لكن للآن بيرد انترناشنال يسجلوه على أنه طير محلي، لكن احنا ما ورد عندنا اي تسجيل انه هذا طير موجود طوال ايام السنه. على العكس، احنا ورد عندنا كل المشاهدات انه هذا طير مهاجر. بخلاف الكومون كستر اللي هو العوسط، ورد عليه انه هذا طول السنه موجود، وفي ناس ومشاهدات ما في توثيق لها، يعني ما حد سجلنا واعطانا فيديو انه هذا الطير يفرخ تفريخ في قطر. انا اعرف ناس خبروني انهم شافوا عشاش لهذا الطير، لكن للاسف ما في تسجيل، فما في عندنا حاجه نثبت فيها نقول انه هذا الطير مفرخ فيه. وبالنسبه لخط الهجره، بالنسبه لخط الهجره في الليزر كستر الان، الليزر كستر خط الهجره اللي عنده، لانه مش مقيم عندنا بنفس الشكل اللي موجود فيه الكومون، تلاقي خط الهجره شوي اوسع واكبر، بيجي من شرق اسيا الخط الاصفر هنا ويمر عن طريق معظم الوطن العربي وكمان في مناطق في وسط افريقيا، ويستوطن في جنوب افريقيا وافريقيا الوسطى. يستوطن فيها نون بريدنج، بعدين بيرجع بيهاجر مره ثانيه الى جنوب اوروبا وشمال شرق اسيا.
في يوم آخر يسعى الباكر إلى تصوير طائر جديد، وقد قرر اليوم أن يوثق حياة طائر الشولة السوداء المهاجر في منطقة ركية. أنا أخذت لي لفة في ركية ولقيت طير الشولة السوداء موجود في هذه المنطقة، فعلى السريع الحين بأخذ لي عود على أساس إن إن شاء الله يجي على المكان اللي أنا أبغي. طبعاً إعدادات سريعة على أساس نأخذ الالتقاطة فنية إن شاء الله. طبعاً عادة المصورين يبحثون دائماً عن الأعواد المميزة، يعني مثلاً هذا العود لما يوقع عليه الطير مثلاً يوقف في هذه المنطقة أو على هذه المنطقة يكون الكادر وايد حلو. فدائماً تجينا أيام نطلع بس ندور على أعواد، إذا ما في طيور نروح ندور على أعواد ننظفها ونعدلها على أساس ممكن نستخدمها حق الطيور. يكون بهذا الشكل النهائي على أساس أن أنا أثبته، وممكن أني أنا أحط له عتل على أساس يجذب الطير أنه يكون موجود هنا، فأنا بحط له دود في هذه الفتحة يلاحظها الطير فهي يوقع على العود. يعني مثلا هذا العود ما شاء الله شكله حلو بس يحتاج تنظيف، يعني ممكن أنا أستخدم هذا العود بحيث أن الطير يوقف في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة. فإحنا عادة أي عود يكون شكله غريب أو ملتف أو متعرج نستخدمه لكادر تصوير الطيور، فأنا هذا إن شاء الله بحافظ عليه، وإن شاء الله إذا الله وفقنا راح نصور لكم عليه طيور. طبعاً أهم شيء بما أن أنا قاعد أضبط الكادر لازم أشوف الخلفية تكون ألوان خضراء مدرجة أو على حسب المتوفر. يعني أنا عندي الحين هنا الشجر في لون أخضر وتدرجات ألوان، مثلاً تدرجات اللون الأخضر مع الرمادي. أنا أشوف أن هذا المكان هو أنسب مكان بما أن الطير في هذه المنطقة قاعد يلف، فبحط له العود في هذه المنطقة بحيث يكون عندي العزل اللون الأخضر المتدرج مع اللون الرمادي، يعني تقريبا في هذه المنطقة. كذي نكون جهزنا مكان العود. طبعاً العتل هام جداً بالنسبة للطيور ويعتبر من الأكلات المفيدة لهم لأنه يحتوي على مادة البروتين، لذلك يعتبر عامل جذب مهم للطير. يعني إحنا ممكن نستخدم الدود على أساس أن نحطه في مكان تواجد العود نفسه اللي إحنا مرتبينه، فيلاحظ الطير من بعيد وعلى طول يجي على أساس يتغذى على العتل. لذلك أغلب المصورين دائماً يحافظون على تربية الدود عندهم بالمنزل أو أنهم يوفرونه من خلال أنهم يشترونه من المحلات اللي توفر أكل الطيور. فأنا راح أحط الدود في هذه المنطقة على أساس أنه يكون عامل جذب للطير أنه يجي على العود اللي أنا مجهزة له، والله يوفق إن شاء الله. طبعا انا موجود الحين في المكان مجهز اعداداتي
مغطي نفسي بالكامل، راح أشغل صوت الطير على أساس أنه يكون عامل جذب آخر أيضا، أنه يكون قريب من المنطقة اللي أنا حطيت فيها العود والعتل. طبعا الشغولة السوداء اسمها باللغة العربية طائر أبو الحناء الأسود، يعتبر من الطيور المهاجرة القليل أن أنت تشوفه بشكل دائم. حلو، وصل 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 المزيون، ما شاء الله عليه. طوله تقريبا 18 سنتي، لونه أسود بالكامل، الجنحان تقريبا لونها بني غامق مايل للون الأسود، في بعض الخطوط البيضة على الذيل، طبعا يمتاز بذيل طويل ويكون شكله مميز جدا لما يرفع ذيله للأعلى. رفع ذيله، يا سلام، صورة حلوة. طبعا غالبا الطيور حركاتها سريعة جدا، فأنت لازم تكون مركز طول الوقت على الكادر اللي أنت مرتبه، وفي نفس الوقت لازم تشوف المناطق القريبة من الكادر اللي أنت حاطه، لأنه ممكن يكون قريب منك فتستعد، ممكن في أي لحظة على العود، هي مجرد ثواني وبعدها ينتقل لمكان ثاني، وممكن يرجع وممكن ما يرجع، فإحنا لازم نكون منتبهين ومركزين يعني بشكل دائم. أنا ألاحظ أنه راح على العود الثاني، في عود ثاني قريب، خلنا نغير الاتجاه، أفكر أني أروح أحط له دود. بما أنه مش موجود راح أحط له دود بسرعة قبل لا يرجع مرة ثانية، على أساس يرجع لنفس المنطقة. أنا حطيت له الحين، علقت له دود على طرف العود. أنا شو بسوي؟ أنا بشغل الفيديو، راح أخذ له لقطات فيديو الحين. قاعد يشوف العتل ويحاول يسحبه. حلو المشهد. صار لي تقريبا نص ساعة الحين انتظر الشغولة السوداء ترجع، لكن الظاهر انه شبع، اعتقد انه ما راح يرجع، لكن الحمد لله اخذت التقاطات حلوة مع مقاطع فيديو. انا اعتبره صراحة من اجمل الطيور اللي صورتها، واتمنى ان شاء الله اني في المستقبل احصل ايضا التقاطات افضل من اللي انا حصلت عليها اليوم. جاء وقت الاستراحة ومراجعة حصيلة ما قام بتصويره الباكر من صور وفيديوهات لطائر الشولة السوداء، وتبادل بعض المعلومات القيمة مع ضيفه. قبل يومين الله يسلمك كنت ماخذ لفة أيضا في مزرعة تركية، ولاحظت وجود الشولة السوداء، طبعا غنية عن التعريف وشكلها معروف جدا بالذيل الطويل واللون الأسود الكامل، لكن اللي لفت انتباهي أن عدد الطير هذا يعني قليل جدا. نعم. ويمكن السنة اللي طافت لقيت منه طير واحد طول السنة،
فشنو شنو المعلومات المفصلة عن هذا الطير خاصة في موضع الهجرة؟ والشغلة السوداء من الطيور المقيمة في منطقة الخليج العربي، خاصة في منطقة السعودية الجهة الغربية أكثر شيء. نعم. مكة المدينة، في جهة اليمن، في السودان، عندك كمان في تشاد، في موريتانيا، في هذا الخط، خط اللي هو فوق إفريقيا الوسطى، منطقة هذا الطير يعتبر مقيم فيها، مقيم ويفرخ، لكن ما عنده خطوط هجرة من أوروبا ولا من شمال آسيا. يعني حتى كتاب كولينز البريطاني يعتبره من الطيور النادر، ما شاء الله. يعني ما يشوفوه في بريطانيا، ما عنده خط ثابت، ما في خط هجرة من شمال أوروبا ولا من شرق آسيا. أما في قطر فتواجده قليل جدا، يعني أنت ممكن كمصور تشوفه مرة. على جولتي اللي أخذتها قبل يومين، طبعا أخذت لي أنا أكثر من التقاطة، راح أراويك صورة. أيوة، هذه صورة الشولة. أيوة، ترى هي تشبه الشولة العادية اللي هي موجودة في قطر وتفرخ بقطر، بس هذه كاملة السواد وفيها ديل أبيض زي ما أنت شايف في الصورة. هذيك نفس الحجم نفس الشكل، بس أنا لاحظت أن الجناح شوي مايل للأحمرار الداكن، يعني مش أسود، يكون محمر قليلا. إحنا نعرف أن الطير فرخ ويافع وبعدين وقت البلوغ، هل في هذه الفترات يتغير شكل اللون؟ البلامج بيختلف، اللي هو أنت تتكلم عليه يسموه البلامج في الإنجليزي، يختلف من الفترات العمرية، لكن في النهاية هو بيضل أسود مع اختلافات بسيطة في الجناح. هو بالرغم أنه أسود بالكامل، إلا أنا أعتبره من أجمل الطيور اللي أنا صورتها. هو جميل جداً، وعندك في انعكاسات الشمس ممكن يطلع فيه لون أسود وذهبي. نعم، إيه، لأن الأطراف هنا فيها مثل اللون الذهبي، يعني بعض الأحيان ممكن تشوفه لون بني داكن لكن هو أسود اللون. صحيح.